السلام عليكم. ولد الشيخ يصل عدن في جولة تم الحديث عنها مسبقا أثناء عودة الرئيس هادي، تتعلق بالحديث عن المسار السياسي وجولة المشاورات. زيارة كانت سياسية جافة ليس من ضمنها تفاصيل لها علاقة بالوضع الإنساني وما خلفته الميليشيا من دمار في عدن ولحج وما وراء قصر المعاشيق وجولدمور. ما أفصح عنه ولد الشيخ كان متعلقا بالمرجعيات الأساسية والإسناد الواضح للشرعية، كما جاء في تصريح له أثناء الزيارة قائلا: أنا جئت في زيارة للقاء مع الرئيس هادي من أجل أن نرجع مرة أخرى إلى طاولة المشاورات والحل السلمي، وأن أؤكد أن الشرعية هي شرعية رئيس الجمهورية وشرعية حكومة أحمد عبيد بن دغر. وأضاف: اليوم لمست من الرئيس هادي ذكرني بالالتزام بالمرجعيات الأساسية وأنه مع أي حل يستند على المرجعيات. غير أن اللافت في الأمر هو اختفاء الحديث عن الخارطة السابقة التي تم الإفصاح عنها ومدى اتفاق هذه الخارطة مع المرجعيات الأساسية، وهو ما تم فهمه من قبل متابعين على أنه أشبه بالمجاملة السياسية المؤقتة للشرعية بالحديث عن المرجعيات. مشاهدينا الكرام، هنا نضع هذه الأسئلة: هل ما يزال هناك فرصة للحل السياسي على ضوء المرجعيات؟ وماذا عن التحركات الدولية والأدوات التي يمكن أن يمارسها العالم للضغط على الانقلابيين؟ وهل تغير موقف الحكومة التفاوض على الأرض؟ أم أن السباق بين المسار السياسي والعسكري هو سيد الموقف؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني، وسنناقشها مع الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، بطبيعة الحال يعني هناك كما نرى سباق بين المسار السياسي والعسكري، وهذا ما سنناقشه في هذه الحلقة. دعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. بالمواقف المعلنة السابقة نفسها، قابل الرئيس عبد الرب منصور هادي المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال زيارة هي الثانية للمبعوث الدولي للعاصمة المؤقتة عدن. اللقاء على ما يبدو لم يكن مناسبة للتفاوض حول الخطة الأممية المثيرة للجدل، بل جاء في سياق التأكيد على احترام المجتمع الدولي لشرعية الرئيس هادي وحكومته، كما أكد ولد الشيخ. المجتمع الدولي ممثل بمجلس الأمن والدول 18 يؤكد أن الشرعية هي شرعية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومة الدكتور أحمد بن دار. الحكومة أودعت موقفها في رسالة الرد التي تسلمها المبعوث الدولي من الرئيس هادي، وتتعلق بتنفيذها خارطة الطريق المقدمة من ولد الشيخ، وهدفها هو تصحيح المسار وإنجاح مساعي السلام وفقا للمرجعية المحددة، كما جاء في البيان الرئاسي حول اللقاء. أبدى الرئيس انزعاجه المبرر حيال الخطوات الاستفزازية المستمرة من قبل الانقلابيين تجاه المجتمع الدولي وقراراته وجهود ومساعي السلام، واصفا إياها بحسب البيان الرئاسي بأنها سلوك الميليشيا والعصابات الذي يتوجب أن يقف أمامه المجتمع الدولي بجدية. ثمة توافق تحقق خلال لقاء الرئيس بالمبعوث الدولي تركز حول مرجعية التسوية السياسية التي حاولت مبادرة كيري تقويضها، وبذل المبعوث الدولي جهودا للتسويق لها على عكس ما أظهرته تصريحاته التي أدلى بها بعد لقائه الرئيس في عدن. بالالتزام بالمرجعيات الثلاثة اللي هي كما تعلمون قرارات مجلس الأمن، المبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني. لم يأتي المبعوث الأممي بجديد ولم يتسلم جديدا، فالمواقف هي نفسها، والجديد ربما في هذا اللقاء الذي جرى في العاصمة المؤقتة وبحضور رئيس الحكومة ورئيس الوفد الحكومي المفاوض في الوقت نفسه الذي وصل فيه نائب رئيس الجمهورية إلى مأرب، وكلها مؤشرات تعكس إرادة السلطة الشرعية في إنهاء نظرة المجتمع الدولي إليها باعتبارها حكومة منفى. تجنب بيان اللقاء الإشارة إلى النقاط الجدلية التي أثارت حفيظة الرئيس والحكومة من قبل، والتي لن تكون مقبولة أكثر من أي وقت مضى بعد الخطوات أحادية الجانب التي اتخذها الانقلابيون في صنعاء وأضعفوا بها موقف ومنطق من ساندوهم طيلة الفترة الماضية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة والتي أرحب فيها مرة أخرى بالدكتور عبد الباقي، مرحبا بك دكتور. دكتور، يعني ولد الشيخ في عدن كما ذكر التقرير لم يأتي بشيء جديد، عودة للحديث عن المفاوضات. ما الذي ستحمله مفاوضات جديدة وماذا تحمل من أفق في المسار السياسي؟ إذا أردنا أن نناقش المسألة في هذا التوقيت المفصلي والحرج ينبغي أن نقاربها بشكل أوسع. إذا نظرنا إلى أن الانتخابات الأمريكية
صعود ترامب لم يكن متوقع لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وكان كل التوقعات تقول بأن هيلاري كلينتون ذات الحظوظ الأعلى في الوصول إلى الرئاسة الأمريكية، وبالتالي استمرت الخطة الأمريكية على ضوء هذه الاستراتيجية أن ترامب حظوظه أقل وربما تكتسح هيلاري كلينتون الساحة بشكل كبير. حدث ما لم يكن في الحسبان، فصعود ترامب، بالتالي الإدارة الأمريكية تريد أن تكمل مرحلتها وتقوم باستكمال الملفات في المنطقة، ومن هذه الملفات الملف اليمني المتعلق بإعداده على شاكلة بغداد. وبالتالي ولد الشيخ تحرك، وتلاحظين تحرك ولد الشيخ تحرك بمبادرة مختلفة تماما عما تم الاتفاق عليه أو توقفت في الكويت. انطلق من منظور أمريكي وبدعم أمريكي وبلغة متعالية يتحدث عن الفرصة الأخيرة وإلى آخره. بالتالي هو تحرك في إطار الموظف الدولي الذي يريد أن يحقق أهداف للولايات المتحدة الأمريكية ولا تستجيب بتطلعات الشعب اليمني. بالتالي كان أهم النقد الذي قدم للحكومة الشرعية أنها حكومة منفى، وبالتالي كانت هي هذه أول الضربات القوية. وبالتالي العودة التي تمت قبيل استقبال ولد الشيخ كانت مهمة للغاية. بالتالي كان الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في عدن، كان نائب الرئيس في مأرب، وكانت تقريبا الدولة برمتها في الجغرافية المستعدة. هذا مهم، عنصر مهم. العنصر الآخر المهم، هل هذا الذي جعل خطاب ولد الشيخ يتغير، يعني عاد للحديث عن المرجعيات الأساسية و لا؟ سأجيب عليك، بس دعني أكمل عنصر آخر أخطر مكمل لهذه المقاربة. ما تم من اتفاق مع كيري بين الحوثيين ودول التحالف، ودول التحالف أعطت للسلطة الشرعية حرية الرفض ما تم الاتفاق عليه وكان ضوء أخضر، لم يكن خطأ دبلوماسي أمريكي، بل كان رسالة أمريكية واضحة، والاعتذار هو شكلي لكن الرسالة بمعنى أنه نستطيع أن نتجاوز السلطة الشرعية ونذهب بعيدا في والاتفاقية التي تمت هي ضغط على المملكة العربية السعودية، حتى الموافقة تبين أن الضغوط على دول التحالف وتحديد المملكة العربية السعودية كانت قوية للغاية. لأن ما معنى ذلك؟ معنى أن المملكة العربية السعودية دول عدوان خارجي والسلطة الواقعية الحقيقية هي الحوثيين، وبالتالي ذلك الخطأ في العرف الدبلوماسي وفي التقاليد الدبلوماسية لم يكن خطأ، والاعتذار كان شكليا ونوع بعد إيصال الرسالة. بالتالي وصلت الرسالة بأننا قادرون على تجاوز السلطة الشرعية، وبالتالي كان هذا اللقاء وكان عودة ولد الشيخ. ولد الشيخ بالأخير هو مفاوض، المفاوض لا يستطيع أن يأخذ مواقف حازمة، ولكنه رخ لأنه لا ينطلق من الأسس ولا ينفذ الإجراءات المتعارف عليها. ولذلك تم إعلان المجلس السياسي والوفد المفاوض الحوثيين في الكويت، وتم إعلان تشكيل الحكومة ما يسمى بالإنقاذ الوطني، وبعد موافقة الحوثيين ودول التحالف على الهدنة التي لم تكن هدنة كعادتها. بالتالي نحن نتحرك الآن في إطار يعني ضغوط شديدة للغاية على دول التحالف، على السلطة الشرعية، وولد الشيخ يريد إعادة المكونات. أنا لا أريد أقول الأطراف لأن هناك انقلابيين، أنا في التوصيف لا أنطلق من التوصيفات السياسية التي يتحدث عنها ولد الشيخ عندما يقول أطراف اليمن. نحن علينا وعلى السلطة الشرعية أن نعود إلى مربع الصفر، المربع الذي يوصف الأشياء بدقة وبالتالي يستطيع يعالج بدقة. هناك انقلابيين وهناك سلطة شرعية. إذن لدينا عنصر آخر وأنا أنبه عليه قبل ما أنسى. عودة الرئيس الآن مع تشكيل الحكومة، ولو سمحتي بس يعطيني بعدين قطع الوقت، نحن الآن أمام موقف خطير للغاية. هذا الخطورة أين تأتي الخطورة هذه؟ بأنهم تشكيل الحكومة يعني أن المخلوع صالح، والانقلابيين الحوثيين قد نقلونا من النموذج العراقي نحو النموذج الليبي، بمعنى أنهم يريدون خلق سلطتين. المواقف الدولية الصامتة والتي لم تكن في المستوى، الوزير البريطاني تغريدة في التويتر، مجلس التعاون الخليجي وجمع الدول العربية، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك نروح لليبيا. عندما كان الدول الأوروبية
أعطيني فرصة كمان، الدول الأوروبية تدعم المجلس الانتقالي شرعي ولكنها تقدم الدعم لحفتر، بالتالي هذا السكوت مخيف، وعلينا أن نأخذ أن لا نأخذ باستهتار كما هو في وسائل التواصل الاجتماعي وأنها حكومة منفى وأن هناك مسؤول الرياضة وهذه التعليقات، لا، نحن في موقف يهدد الوطن. صحيح. الرسالة الوجهة للرئيس بخصوص تعز. نعم، قبل إذا أن تصل هذه الرسالة، ينضم معنا أيضا عبر الهاتف محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية من عدن. مساء الخير أستاذ محمد. مساكم الله بالنور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا في المساء اليمني. الحديث عن مسار سياسي على ضوء المرجعيات والذي تحدث عنه ولد الشيخ من جديد، كيف يمكن الحديث عن في ظل رفض الميليشيا وتعنتها وذهابها باتجاه آخر تماما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح جدا أن المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بصفة خاصة قد وصلوا إلى قناعة تامة بأن هذه الميليشيات ليست مهيئة وليست مستعدة لقبول أي خارطة كلام. فبالرغم من الخارطة التي تقدم بها ولد الشيخ والتي تم رفض مضمونها من قبل الحكومة والشعب اليمني، إلا أن هؤلاء الانقلابيين أثبتوا بتشكيلهم هذه الحكومة الشوهاء أنهم ماضون في غيهم وأنهم ليسوا في طريق أي مساعي دولية توصل إلى سلام. نحن اليوم سلمنا المبعوث الدولي ورقة تتضمن أهم الثغرات والاعتراضات على الورقة التي قدمها من قبل، ويعني من ثم لم يكن من قبل ولد الشيخ إلا أن يصرح بأن المجتمع الدولي مع الرئيس مع الحكومة الشرعية وأنه يرفض الخطوة التي قام بها الانقلابيون وهي تشكيل حكومة وأنها خطوة غير إيجابية وغير جيدة وتتجه في اتجاه التصعيد والمضي في يعني بعيدا عن أي مسار سلمي. نعم، يعني هل لمستم يعني هذا الشيء من ولد الشيخ في هذه الزيارة، أن فعلا اتضح لهم أن الحوثيين ليسوا يعني جادين تماما في مسار الحل السلمي؟ نعم، وقد صرع بهذا المبعوث الدولي اليوم بأن هذه الخطوة التي قاموا بها ليست إيجابية ولا تخدم السلام، وصرح بما كان قد تردد وهو قوله أن المجتمع الدولي متماسك وأنه مع الرئيس مع الحكومة مع حكومة الدغر مع الشرعية ولن يفرط في هذا الاتجاه. هذه كلها تصب في مصب الحكومة الشرعية وتدل على أن الانقلابيين ليسوا راضين بهذا المسار السلمي الذي يقوم به المبعوث الدولي. نعم يا أستاذ محمد، يعني في كل مرة يتم تأكيد ذلك من قبل الشرعية أن يعني هي من تلتزم بالحل السياسي، هي الأكثر انضباطا، هي الأكثر تقديما للتنازلات في ظل تعنت الميليشيا. أين الضغوطات الدولية طالما والجميع بدأ يعرف أن الميليشيا ليست يعني جادة تماما في مسار الحل السياسي، وإنما تريد ربما إطالة أمد الحرب ويعني جعل الأمور أن تذهب دون نهاية؟ دائما ما يقولون أو يقول البعوث الدولي أننا نتعامل معكم كحكومة مسؤولة، بينما الطرف الآخر طرف انقلابي، وبالتالي التعامل مع العصابة يختلف عن التعامل مع الدولة. لكن هذا المسعى وهذا المسار قد أغرى هذه العصابة العدوانية الانقلابية وجعلها تمضي في غيها وفي طريقها المظلم باعتبار أو ظنا منها أن المجتمع الدولي يمكن أن يقرر لها شرعيتها. المجتمع الدولي لا يزال متماسكا مع الحكومة ومع الرئيس ومع الدولة ويرفض المسعى الانقلابي. اليوم المبعوث الدولي يؤكد بجلاء أننا مع القرار الدولي 2216، وهذا القرار صريح كما تعلمون في ما يتعلق بالحوثيين وانقلابهم واستعادة الدولة ونزع أسلحتهم،
وصرح بأنه مع المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. نعم، وأيضا هو تحدث عن أنه جاء للقاء هذه للعودة إلى طاولة المشاورات، هل نحن بصدد الحديث عن عودة فعلا لطاولة المشاورات، وعلى أي أساس يمكن أن تتم هذه العودة؟ والله هذه المشاورات التي يتحدثون عنها، الحكومة قد أبدت يعني مرونة عالية في بيل وفي جنيف وفي الكويت، وقد يعني تجاوبت بأكثر من اللازم. اليوم الانقلابيون يعني ها هم يتخذون هذه الخطوة الجديدة التي تدل على أنهم ليسوا مستعدين للمشاورات. كيف يمكن أن نفهم أنهم يريدون مشاورات أو محاورات وهم يشكلون حكومة انقلابية وقبلها نعم. المجلس السياسي؟ هذا كله يعني لا يمكن أن يكون مقبولا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني قبل مداخلة السيد محمد يعني كنت تتحدث عن رسالة للرئيس هادي في مسألة تحرير تعز، تفضل. طيب دعني أعقب على ثم رسالة تعز. نعم. بالنسبة لي تعنينا كثير وسأتذكرها بدقة لأنها تؤثر على حياة الناس. بخصوص الحديث أنه هو قال أن المجتمع الدولي قد توصل إلى أن الحوثيين لا يملكون مشروع سلام، وبأن ولد الشيخ قال للسلطة بأنه يتعامل معهم كسلطة شرعية وأنهم انقلابيين. نقول لولد الشيخ حول هذه الأقوال إلى أفعال. كيف يمكن لك أن تقول للسلطة الشرعية وأنكم أنتم سلطة شرعية وهؤلاء انقلابيين، وأنت تقول في خطابك وفي معالجتك أن ما أنها أطراف النزاع وأن ما يحدث في اليمن أزمة سياسية؟ إذن هناك تناقض في الخطاب، وهذا التناقض دليل أن الذي يحدث في اليمن في الهندسة هي هندسة لرؤية غربية لاستراتيجية غربية للمنطقة. هذا عنصر. العنصر الثاني الحديث عن أن المجتمع الدولي قد توصل، هذا كلام. نحن عندما نصيغ تطلعات شعوب المجتمع الدولي تجاربه واضحة، لديه استراتيجية، نحن واضحين. يعني لو سمحتي، هذا موضوع خطير الحديث أننا يعني يقال أن المجتمع الدولي وصل وأنه مع السلطة الشرعية. المجتمع الدولي كان مع السلطة في ليبيا، ولذلك دعم حفتر، وهناك سلاح وهناك خبراء. بالتالي هل تتوقعين، نحن عندما نضع سيناريوهات، هل عندما تم إعلان هذه الحكومة إيران لم تكن في الصورة؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن في الصورة؟ هل هنالك الدول التهريب السلاح وتزويد الحوثيين بالسلاح وخلق النموذج الليبي اعتباطا؟ وحتى وإن كان لم يكن هناك دعم، هل هذا تشكيل الحكومة واضح إلى أين يريد أن يأخذنا؟ هذا عنصر مهم وسنعود في الحديث. أما بالنسبة للتعز، حتى لا أنسى، عندما عاد الرئيس وكان الحديث عن استعادة مدينة تعز وعن الحديدة، وهناك تصريحات، أنا الذي يطالب به في لدي عنصرين. في عنصر مرتبط بتغيير معادلة ليبيا، وهذا مرتبط ب أنه إذا أراد تقليص ممكن الذهاب نحو النموذج الليبي. وبالتالي إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا سنكون أمام سلطتين، هذه السلطتين سيدخلان في احتراب شديد. بعد فترة لا يمكن الحديث عن مرجعية ثلاث، ولا نتحدث عن انقلاب، نتحدث أن هناك جماعتين يسعيان للسلطة ونفك بينهم الاشتباك ثم نعمل هندسة سلام بينهم، وبالتالي نعيد حكومة وحدة وطنية، عودة الجماعة، وبالتالي نحن خسرنا، وبالتالي الذي حقق النجاح هم الحوثيين، ويصبح نزع السلاح والانسحاب من المدن والتعيينات هذا كلام ليس له معنى، هذا خطير. نقول للرئيس أن تقليص أو ما يسمى بعلم الإجماع تقويض ممكن هذا التحول، يعني استعادة تعز، يعني تنفيذ المهمة. طيب إذا كان هذا الموضوع تأخر أو لأسباب أو تأخر، هناك جماهير رفعت من تطلعاتها في تعز، وهناك انقلابيون حركوا قطاعات عسكرية وقبلية لقصف المدينة. على الأقل حتى تنفذ هذه المخطط، خفف عن أبناء مدينة تعز وأبناء هذه المناطق من العنف، لأن أنت أعلنت بأنك ستعيد تعز والحديدة، وبالتالي هناك قطاعات عسكرية تحركت نحو هذه المدينة لإخضاعها وقصفها. لماذا يدفع المواطنين ثمن هذا؟ رفعت سقف التطلع. اثنين، إذا لم تستطيع التحرك سريعا لأن أنت من رفعت تطلعات الجماهير إلى الأعلى، بالتالي هناك طرف آخر التقط المعلومة،
يدمر المدينة. ننتظر حتى تنفذ الاستراتيجية. بالتالي أنت الآن لا نففت لا قلصت ممكن هذا التوجه نحو السلطتين. وبالتالي أنا لا أؤمن بهذا ولد الشيخ وحديثه أن المجتمع الدولي، لا أؤمن بحديث المجتمع الدولي أنه مع السلطة الشرعية. أنا رجل سياسة عقلاني براجماتي، عندما أفكر كرجل دولة مثلا علي أن أضع سيناريوهات مصالح الدول ما بتفكر. نحن نشاهد ليبيا، بالتالي نحن نطالب بتقليص ممكن هذه السلطتين، ونطالب الآن كيف يمكن ذلك؟ استعادة تعز. هناك كتبت مقالات قريبا لو طلعت عليها السلطة، وقال أحد الكتاب وذكر السلطة الشرعية أن الأتراك عندما أرادوا صنعاء كانوا يذهبون لتعز. تاريخيا إذا أردت صنعاء عليك في تعز، تأتيك صنعاء طائعة. بالتالي المعادلة واضحة. ولذلك لماذا يستميت المخلوع صالح الحوثيين في تعز؟ لأنهم الآن لو السلطة استعادت تعز لا يستطيع يلعب الحوثي على ثنائية وطنية، ولا يلعب على أنه يسيطر على قطاع أوسع. بالتالي أنت أول حاجة لم تتوقف عند خط 90 يعني على الدولتين، اقتطعت جزء هام وديموغرافي ومؤثر من الجغرافيا المستعادة من مدينة تعز. يعني إذن تعز تكمن أهميتها في الجغرافيا لها، الجغرافيا الجانب التاريخي. أولا مدينة تعز مدينة تاريخية ذات تراكم تاريخي وطني. اثنين تمتلك نخب، أنا قلتها أكثر مرة هنا، قلت نخب حاملة للمشروع الوطني وليس بحاجة لتعبية، ليس بحاجة لتعبية، تعبي الجماهير أنكم قوموا على الجمهور يوقفوا ضد الإمامة. الجمهور هنا 4 مليون شخص كلهم ما عدا بعض الشخصيات اللي لديها ملفات، ملفات. هناك الشخصيات القيادية وفينا مجموعة مضللة، وفي مجموعات لديها ملفات ومجموعات فساد، منظومة فساد. هذو لا يمثلوا تعز، هؤلاء لا يمثلون تعز، هذا يمثلوا نفسيتهم الشخصية. تعز أكبر من ذلك، تعز الطبيب والدكتور والمهندس، التعليم العالي، تعز كل الأحزاب اليمنية تأسست فيها، تعز تم التخطيط طور سبتمبر أكتوبر منها، تعز تم يعني العمق الاستراتيجي لليمن. ليس لأنا اللي من تعز أتحدث عن هذا، أنا أتحدث باستقلال وبحياد. لذلك عندما نقول تعز يعني نحن الثنائية الوطنية تنتهي. ونقول حتى لحراك الجنوبي ذات الأطماع، لن تنعموا ولن يحقق لكم الانقلابيين ما تفكرون به بأنكم تقفون عند خط 90. لن يتم ذلك في اليمن. المخطط أكبر منا ومنكم، علينا أن نكون يد واحدة لتقليص هذه الثنائية الوطنية. وانظروا بغداد وانظروا ليبيا، المخطط يتجاوز الحوثي ويتجاوز إيران. هناك مخطط غربي، لا تحلموا بفك الارتباط وأنكم ستحققون الاستقلال وسيتم فك الشمال على الجنوب. هذا مشروع واهي. الصومال يتم تماسكها الآن، ومن المحتمل جداً أن يفجر الوضع في اليمن لتصبح اليمن يعني حق الرخو، لأن المستهدف القادم هي المملكة العربية السعودية والخليج. وبالتالي عشان من أجل أن تستهدف السعودية ينبغي أن يكون خلفيتها ضعيفة ومملوءة بالسلاح. لذلك كونوا يد واحدة ثم تقرروا المصير ومصير اليمن، ليس تقرير المصير أبناء الجنوب يعني يتم بهذا التوقيت، لأن المصلحة الوطنية تقتضي أحيانا أن نؤجل بعض المشاريع. بالتالي ينبغي أن نقلص الهويتين الوطنيتين. إذن تعز عنصر أسد. اثنين، حتى إذا كان هو متردد وهناك ضغوط دولية، لماذا رفع سقف تطلعات أبناء تعز؟ وسقف التطلعات هذا له خطورتين. الخطر الأول يعني يدفعه أبناء مدينة تعز من خلال هذا الحشد القبائلي تحت مفهوم النكف، حشد المعسكر لإخضاع تعز قبل استعادتها. العنصر الآخر، عندما يرفع سقف تطلعات الجماهير بالاستعادة ثم يتركها، لن يستطيع أن يجمع أبناء تعز خلفه مرة أخرى. لذلك لن تقف جماهير تعز في المستقبل، ستفقد الثقة بالرئيس وبالسلطة الشرعية. وربما نشهد جماعات قد تكون وطنية وبعضها قد يتم الإعاز لها لفك الارتباط عن السلطة، لإضعاف السلطة، لأن هناك جماعات يمكن تعلن أنها لا تخضع للسلطة الشرعية وستجد جماهير، لأن الجماهير تعاني. بالتالي الذي سيقودنا إلى أن نستقطب جماهير يعني لديها احتقان ولديها نوع من الموقف من السلطة الشرعية ولها ما يبرر، على الرئيس أن يلبي هذه التطلعات للحفاظ على الحمل الاجتماعي ولتخفيف الضغط على المدينة. والواجب الوطني عليه أن يستعيد تعز الآن، لأن المشروع إذا استمرينا ووقعت مواجهات في خط 90 يعني أن هناك سلطتين مركزيتين، وبالتالي نحن لدينا النموذج العراقي والنموذج الليبي، وهذا خطير للغاية. ومن هنا أعتقد أن هذا التأخر في الاستراتيجية، تفاءلنا كثيرا بالعودة للحكومة
وتفاءلنا كثير، وكنت أتوقع أن يكون علي محسن ليس في مارب. علي محسن ينبغي هذا المواقف والخوف من أن علي محسن الحراك الجنوبي وأنه شريك 94، وهذا كلام هراء. هناك الحق اليمني مملوء بالثارات، الحق اليمني الذي يتحمل المسؤولية ليس علي محسن بمفرده، كل الأطراف متواجدة، المخلوع صالح هو الرئيس. بالتالي الحديث أن علي محسن لا يتحرك لعدن حتى لا يخدش المشاعر، نحن أمام تحدي ضياع وطن. على رئيس الجمهورية أن نائب رئيس الجمهورية أن يكون في تعز أو عدن إلى بديل عن الرئيس، وأن يدير السلطة، والذي يرفع أعلام الاستقلال في هذا التوقيت عليه أن يحال إلى المحاكمات الوطنية وفقا للدستور. أي مطالب وطنية للاستقلال ولتحقيق مظلمات لا تتم في هذا التوقيت. ونقولها بوضوح، المشروع الغربي فوق إيران وفوق الحوثيين لا يستطيع يمنحكم ما يتم الآن. الذين يسعون للحفاظ على الحوثيين يدخل في إطار المشروع الدولي وليس في إطار حماية الحوثيين. لماذا ولد الشيخ يتحرك لحماية الحوثيين؟ لماذا كيري يتحرك قبل انتهاء ولاية أوباما؟ أسمع منك الإجابة دكتور عن هذه النقاط بعد الفاصل. إذن مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. دكتور عبد الباقي، قبل الفاصل كنت أتحدث عن لماذا ولد الشيخ يذهب لحماية الحوثيين، لماذا أتت خطة كيري؟ يعني أيضا يعني هناك من يتساءل يعني أن تصريحات ولد الشيخ اليوم أتت فقط لامتصاص يعني موقف الشرعي الغاضب ليس أكثر. هل تجد كل تلك الأمور؟ إذا أعطى خطاب غير ذلك يعني كنا نتوقع أكبر من ذلك، لأن هناك ولد الشيخ جاء بمبادرة لا علاقة لها بما تم الاتفاق عليه، ثم تجاوز السلطة الشرعية ويتحدث عن توقيع بين الحوثيين ودول التحالف بتجاوز السلطة الشرعية، ثم يتحدث عن يحدد مدد ويعني مدة زمنية، وبالتالي كأنه هو من يعبر عن تطلعات الشعب اليمني، وتجاوز يعني وظيفته كرجل تسوية، ثم يعني يتم إعلان المجلس السياسي وموقفه ضعيف، ثم يتم تشكيل حكومة ومواقفه ضعيفة، الإعلان أنه لا يعترف، هذا موقف لا يرتقي إلى مستوى ما تمه من فعل. هو يدرك تماما أن هذه رسالة إلى استدعاء النموذج الليبي، هذا واضح الكلام. بالتالي الحديث عن مرجعيات ثلاثية، هو يريد أن يعيد السلطة الشرعية إلى مربع الحوار على ضوء ما تم طرحه، لأن الرؤية الأمريكية واضحة والرسالة للسلطة الشرعية واضحة أنه سيتم تجاوزكم. ولذلك كانت الرسالة التي كنت أتمنى أن توصل للأمريكان أن تبقى السلطة الشرعية في الداخل وأن لا تغادر إلى الرياض. بالتالي هذه المغادرة إلى الرياض، وعلى وإذا كان ولا بد ذهب إلى الإمارات، لا هو الإمارات ربما يعود للرياض أو يعود لليمن، لكن أعتقد أنه على السلطة بكل هيئاتها وحتى الصحفيين وغيره ما عدا بعض الصحفيين الذين يقومون بأدوار ما يسمى بالتواصل وبتحسين الصورة العامة وبالعلاقات العامة، ينبغي أن يكونوا موجودين بتحرك دائم. لكن الرئيس ونائب الرئيس عليه أن ينتقل إلى عدن، وليس نحن لا نعزز وعلينا أن نعين يعني قادة جيش من اليمن، لأن تكوين الجيش الفيدرالي لا يعني أن يكونوا قادة الجيش من منطقة واحدة، ولا يعني تأسيس قوات خاصة من منطقة واحدة. علينا أن نعطي إشارات إلى أن اليمن موحدة وأن نحافظ على أقاليمها، أما فك الارتباط أو مثلا تقسيمها إلى إقليمين أو إلى عدة أقاليم هذا نقرره بعد أن يزول الخطر. أنا لست ضد كل الذين لديهم مظالم ويتحدثون عن إقصاء، نحن مع الذين، لكن العواطف، العرب فقدنا كثير من مكتسباتنا بالعواطف. انظروا ماذا يحدث في العراق، يعني أدخلوا داعش إلى الموصل ثم دخلوا لتهجير السنة تحت محاربة الحوثيين الدواعش، انظروا ما يحدث في حلب، يعني يريدون ضرب الجماعات المعتدلة ثم يغيرون الديموغرافيا، انظروا إلى اليمن سيتحدثون عن مظلمة جنوبية ثم سيتحدثون عن سلطتين، وبذلك سيطبقون ما هم يخططون. وذلك علينا أن نتحلى طالما نحن نشاهد. لماذا هذا قصر النظر؟ نقول لأولئك الذين يعني يضعون السياسات بعاطفة، نحن في مرحلة ليس فيها عواطف. على نائب رئيس الجمهورية علي محسن أن يكون في عدن بعيدا عن الحساسيات، وعليه أن يتحرك إلى تعز الآن. على رئيس الجمهورية ألا يبقى في الرياض، وإذا كان لابد من بقاء
اتصال مباشر مع السعودية، هنا غرف عمليات وهناك الفيديو كونفرنس وهناك التواصل ومكتب اتصال. نحن لسنا في زمن الإمام نرسل بحمام الزاجل، نحن الآن نستطيع أن نتحدث في وسائل الاتصال الاجتماعي. صح. بالتالي الحديث عن بقاء السلطة في الخارج ضربة قاسمة وعلينا أن ندير الحياة اليومية. يعني لو تحدثنا عن يعني نجد أن المسار العسكري السياسي عفوا إلى فشل دائما، نتحدث عن المسار العسكري مع اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير أختي العزيزة لك ولدكتورنا الكريم. أهلا بك معنا سيادة اللواء. مسار سياسي ربما أصبح مغلق بسبب تصرفات الميليشيا وأعمالها الأخيرة، ماذا عن المسار العسكري؟ هل يمكن أن يحقق أهداف اليمنيين باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب؟ شكرا لك أختي الكريمة ولمشاهدي قناة بلقيس. أنا ربما تحدثت إلى قناتكم وإليك شخصيا ربما قبل أكثر من 6 أشهر أو 7 أشهر ليؤكد بأن المسار السياسي لم يصل إلى طريق. نحن أمام عصابة مسلحة تقف يعني موقف المقاتل الذي لا يهمه شيء بالنسبة للوطن وللمواطنين ولأي مكتسبات، في الأخير هو يخدم أجندة أخرى. ومن ثم أعتقد بأن الحل الوحيد هو أن يكون هناك يعني تحرك عسكري سواء من دول التحالف أو من الجيش الوطني والمقاومة جميعا نحن لكي نحسم مثل هذه المعادلة. أنا أتصور أن هذا الطريق ربما أصبح سالف وقريب، وما تحركنا تحرك المبعوث الأممي وتحرك وزير الخارجية الأمريكي، ربما أن هناك إشارات من قبل الطرف الآخر بأنهم على وشك الانهيار التام، ومن ثم دائما تحركهم يأتي في الوقت الذي يشعرون بأن المسار العسكري بدأ يتحرك في جميع الجبهات. نعم، يعني تحدث أن هذه عصابة لن نصل معها إلى حل، ربما هذا ما أعرفه أنا وتعرفه أنت وتعرفه كل اليمنيين، ولكن ماذا عن المجتمع الدولي الذي ما يزال كما تفضلت يعني كلما شعر أن هذه الميليشيا في مأزق سارع بالضغط أو بالتوجه نحو الحديث عن المسار السياسي؟ ربما أستاذ الدكتور الفاضل ضيفك الكريم لديه ربما أوسع فكرة بهذا الموضوع. دائما المجتمع الدولي كما نعرفه كعسكري ربما لا نملك كثيرا من لكنه يعني يعيق أداءكم سيادة اللواء، يعني كلما تقدمتم أنتم تأتي الأوامر بالتوقف. أنا أدرك ذلك، لكنني أقول لك بأن بخصوص المجتمع الدولي نحن كعسكريين ندرك تماما بأن هذا المجتمع أو كثير من دوله دول مخاتلة وكاذبة في معظمها ولا تحترم حق الإنسان إطلاقا، وإنما تتعامل معنا كشعوب هامشية، يقتل منها من يقتل ويبقى من يبقى، وفي الأخير لابد أن تحفظ يعني مصالحها مع الدول التي تعتقد أنها كبيرة وفاعلة ومؤثرة ويمكن أن تكون يعني عصاها الغليظة في المنطقة. لا. وأنا طبعا أحدد هنا بالضبط دولة إيران، لكنني أؤكد لك في الأخير بأن إرادة الشعب اليمني وعلى وجه الخصوص نخبته من الجيش ومن أبطال المقاومة الشعبية لن يفرض عليهم أي حل من الخارج، وأؤكد لك لن يفرض، لن يكون هناك حل من الخارج ضد إرادة هذا الشعب وضد إرادة هذا الجيش، وإذا كان فأعتقد نحن أمام ربما مشهد آخر يراد له أن يطول، بإذن الله لن يطول. نعم، إذن لماذا يتم أو يرتفع الحديث عن استكمال تحرير تعز في فترات ثم يخفض في فترات أخرى؟ يعني أصبح الناس يعني حتى يثارون لمجرد الحديث عن قرب تحرير تعز، وتبدأ يعني هناك الكثير من التهكم وربما الألم أن تعز هي ورقة منسية. يعني ليس بالضبط أن يكون يعني ما 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 فهمته يعني من حديثك الدقيق بأنه ربما هناك إهمال أو ربما عبارة عن إثارة زوبعة ثم ننتهي. لا، تعز قبل يعني أشهر قليلة كانت مغلقة من جميع الاتجاهات، فتح المنفذ الغربي بفضل الله تعالى وبتخطيط ويعني إرادة الجيش الوطني والمقاومة تسند، اليوم أيضا الشباب يتحركون باتجاه المنفذ الشرقي. ربما أتفق معك، الخطط بطيئة ربما يعني لا تسير بما نريد نحن،
لكن أؤكد بأنه الآن دعا علي صالح ودعا الحوثيين إلى النكب. تخيلي قضية زي هذه، حولوا إلى مسألة قبلية وحولوا يريدوا الجمهورية كلها تأتي إلى هذه المحافظة وكأنها اعتدت على الجميع. فأنا أؤكد بأن الانتصار تعد قادمة لا محالة، ونحتاج قليل من الصبر بإذن الله تعالى. نعم، إذن هل هناك تحركات وخطوات جادة نحو الحل العسكري؟ أؤكد لك هذا المفهوم بإذن الله، وأنا طبعا كقائد من قادة الجيش الوطني أؤكد بما لا يدع مجال للشك بأنه ما لم ترضخ هذه العصابة لإرادة الشعب اليمني وإرادة المجتمع أيضا الإقليمي وإرادة المجتمع الدولي، فإن هناك شعب يجب أن يفرض هذه الإرادة. يقود هذا الشعب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ومن خلفه كل الشرفاء من السياسيين والمثقفين وغيرهم. نعم، إذا شكرا لك سيادة اللواء سمير الحاج قائد قوة الاحتياط، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عبد الباقي، يعني تفضل بالحديث اللواء سمير الحاج بأنه ربما قد تكرر حديثه معنا بأن الحل السياسي غالبا يفضي إلى طريق مسدود. ما مدى يعني تأثير ذلك على نفسية جنود الأرض في المعركة حينما يشعرون أنهم يتقدموا قليلا ثم تأتي الأوامر بالتوقف للنظر في الحل السياسي؟ أنا أعتقد أن ستلاحظين أن لا توجد استراتيجية لدى دول التحالف والسلطة الشرعية، ولذلك حتى في خطابهم الإعلامي كمان يحبطون الجماهير والنخب. ستلاحظين أن لو تتبعناهم كذا بالترتيب كل مرة يقول لك يعني في الكويت كشفنا للعالم أن الحوثيين لا يحملون مشروع سلام، ثم يقوم بقرى هدنة لنكشف العالم أنهم يحملون مشروع سلام، وهم يقتلون أبناء تعز ويذهبون ويعملون النكف ويقتلون. كشفنا للعالم أنهم وقعنا على ورق من بياض لنكشف العالم أنهم لا يحملون مشروع سلام. طيب سنتين نحن نكشف، ما هم مكشوفين، إحنا عارفين، أين الاستراتيجيتك؟ بالتالي أنت تعلم أن هناك خطوط حمر، وأن هناك توقفات، وأن هناك جيش ينبغي تعبيته، ينبغي أن يتحرك. وبالتالي أنت الآن في ينتظرون يعني أنه في حال عدم الرضوخ للتسوية لن يرضخوا للتسوية. بالتالي هل نحن نعبر يعني نتحرك من أجل تطلعات الشعب اليمني ومن أجل الحفاظ على الجمهورية وعلى مكتسباتنا، أم نخاف من الموقف الدولي ومن الرؤية الدولية؟ بالتالي في لحظات تاريخية ينبغي أن يرفع الحصار عن مدينة تعز ونتحرك باتجاه مدينة صنعاء والحديدة، وقبل كل ذلك صعدة، أقولها وأكررها وسأكررها، صعدة. وبالتالي حتى الآن استغرب، لدينا مؤسسة مجتمع مدني وشخصيات، وأنا أوجه من هنا أيضا إلى وزيرة حقوق الإنسان خطابا، لماذا حتى الآن لم يتم الرد على التقارير الدولية؟ ولماذا حتى الآن لم يتم خلق شبكة حقوقية تتابع المخلوع صالح والحوثيين من الأبناء من مؤسسة المجتمع المدني لتشكل ضغطا حتى معنويا على هؤلاء؟ أهم ملف يربك المجتمع الدولي هو الملف الحقوقي لمتابعة المخلوع، وبالتالي أين هذه الملفات؟ لماذا لم يتم الرد على هذه المنظمات والتقارير التي تساوي بين الضحية والجلاد؟ أنا كنت أتوقع أنه أهم الأذرع يعني أهم من 20 صاروخ الملف الحقوقي، وأيضا حتى الآن مؤسسة المجتمع المدني لا تتحرك في الميدان. أين هذا مؤسسة المجتمع المدني؟ لا نشاهد إلا غير الإنقلابيين يتحدثون عن القناصة ويتحدثون عن الضحايا وعن الرفق بمش عارف مين، وعن في تعز قوة يصفون السلطة والشرعية. هناك قواعد اشتباك، وهناك تجارب دولية، وهناك وصف، وهناك الحق في الدفاع عن الوطن. لا تتبع هذه المنظمات في النهاية، أنا أقصد في الآخر سياسة العالم. لا، هناك ما يسمى يا سيدتي في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك دعم للمؤسسات وهناك مؤسسات إعلامية، وهم يشاركون بالأفلام ويوزعون صورة أمريكا. نقول دول التحالف والسلطة الشرعية، أين الدعم الموجه للمؤسسات؟ ليس للجماعة الذي لديهم أكياس وملفات تعطيهم مساعدات عشان يكتبوا عنك في المواقع. نحن بحاجة إلى فريق حقوقي قانوني، يعني وزارة حقوق الإنسان تكون أحد، يعني وزارة حقوق الإنسان وزارة الدفاع،
أين الملف الذي يحيل المخلوع صالح للمحاكمة بعيدا عن كل الاتفاقيات؟ أين الملف الذي يحيل عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم والشامي وكل القتلة إلى المحاكم الدولية ويشكلوا ضغطا؟ على الأقل ستلاحظين المجتمعات الحية يجتمعون في المطار ليمنعوا حتى أين التحركات في الصين لتعرف بك الفريق الانقلابي في الصين؟ لماذا لا يتبعونهم ويقفون بمظاهرات لعدم استقبال القتلة هناك والميليشيات؟ أين هذه الحركة؟ أين الخطاب الإعلامي الذي يقدم هذه المظلمة؟ الذين يتحركون في المنظمات الدولية والذين لديهم علاقات مع المنظمات الدولية هم الانقلابيين ليجعلوا التقارير الدولية تصف الواقع بغير الواقع. أين هذا التعامل؟ بالتالي نحن عندما نتحرك الآن نتحرك لا نستطيع 20,000 تصريح بأننا قريبا سنصرف المرتبات. أي كلام فاضي هذا؟ عندما تحدث لمريوم مرة تصريح قريبا سنصرف، ثم تحول 7 وزراء إلى أمنا صناديق. نحن بحاجة إلى وزراء يكونون داخل مكاتب وإدارة، وإلا إلى أمنا صناديق. ليس لا تستطيع أن تدفع المرتبات بواسطة لجان، لازم تعطيهم بدل سفر والوزراء يتحولون إلى أمنا صناديق. أي حكومة هذه؟ لماذا هذه الحكومة المشتتة في جغرافيا وطنية مستعادة؟ لماذا لا تكون هذه السلطة لا تتحرك؟ لماذا لا ينتقلون جميعا إلى الداخل؟ لماذا يصفونهم بحكومة المنفى وحكومة الرياض، لا يتم وصفهم بالحكومة الوطنية؟ بالتالي نحن ندير معركة، والمجتمع الدولي يريد أن يوصلنا إلى تسوية هشة قبل رحيل حكومته. هذا مراهنون أنهم سيكسبون الوقت حتى تمر المرحلة ثم يأتي ترامب. هذا يحلمون. المؤسسة الأمريكية ما يسمى بالفوضى. إذن في ظل هذه الحكومة التي تحدثت عنها بسلبياتها دكتور، والتي ربما يعني لا يعترف بها، يعني يعترف بها العالم، يعني وجماعة انقلابية لا تريد سلام، أين يمكن أن يكون الحل؟ هل سياسي؟ هل عسكري؟ كيف يمكن الربط بين يعني متناقضين موجودين على الأرض؟ الحل واضح ومحدد، وقاله القائد العسكري سمير الحاج واضح، وعلى عبد الرب منصور يفهم وكان يدرك المخلوع تماما. نحن كلنا وأنت تدركين وكل الذين يتابعون أن الحل عسكريا، لكن عسكريا فقط. لا يمكن لأي عملية في ظل هذا التعقيب الدولي أن تكون عسكرية. أنت بحاجة إلى تعبية عمل الجماهير، بحاجة إلى تدخل إنساني، بحاجة عجل. إلى أن تفي مع عندما تقول المواطنين سأدفع مرتبات، ينبغي أن تدفع المرتبات لتمنحهم الثقة. يعني هناك خطوات يجب على الحكومة أن تقوم بها، يسموها تدخل متعدد. نعم. تدخل شامل ليعطي للناس. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، لنلتقيكم في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.